الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا الإخوة المتحدثين، ومواصلة في هذا الموضوع يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وربنا سبحانه وتعالى قبلها في هذه الآيات من خواتيم سورة الكهف، وفضل هذه الآيات أن من قرأها إذا خرج الدجال فإنه لا تضره فتنة الدجال. هذه الآيات الخواتيم من سورة الكهف، وجاء في بعض الألفاظ أنها الأوائل من سورة الكهف، فكل ذلك صحيح. ربنا قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يعني الناس يخلوا ربنا سبحانه وتعالى الخالق الرازق الذي بيده كل شيء، وهو الذي أنعم على الخلق بكل نعمة في دين أو دنيا، في صحة أو عافية، إلى غير ذلك من النعم العظيمة التي قال الله فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ربنا قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. والموضوع يا أخواننا مش في إنه الإنسان ده صالح أو ما صالح، صح ده بيبين لك إنه الضلال أشد. الإنسان إذا عبد صالح، وإذا عبد ما صالح، كله ضلال. لأنه الصالح والطالح ما بيستحقوا العبادة، وده ما نبذ لهم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ الناس دي بتكورك حقنا وما حقنا، والسكر والبنزين حقنا. ما هو حق الله؟ العبادة. انت حقك جطبه والبلد كله، حق الله كيف؟ حق ربنا العبادة. فإذا صرفت هذا الحق للصالح، خليك من الطالح، فده بيبقى كفر وشرك بالله، وبيحبط عمل الإنسان. وده المفروض الناس يفهموا يا أخواننا، وهذا هو خلاصة دعوة الأنبياء. في واحد قبل شوية من أخواننا جزاه الله خير قال لي: أنا بناغش في واحد وشكله زول جاهل بناغش بالجهل، أظنه مشى مولد ولا مشى وين ما بعرفه. قال الناس قال تدعو الرسول وتصرف له والعبادة عديم. قال بل مش نحن، قال الأنبياء القبال نزاتهم لابد يدعو الرسول، ولو ما دعوا الرسول، حسب كلام أخونا قالوا لي ما تم له تلت ساعة، قال لو ما دعوا الرسول هم ذاتهم بيطلعوا كفار والعياذ بالله. ده ما علموه في الموالد. انت قال الموالد لو ما فيها إلا تعليم الشرك، وما كان فيها اختلاط، وما كان فوق رقيص، وما كان فوق زلابية ولا دراويش ولا ضيع الزمن ولا حلاوة مولد على شكل هبل. مش زمان بيقول ما تنادوا الأولياء، هسي في هبل عديل قاعدين يأكلوا. الآن قاعد أمشي شوف الحلاوة مولد، عرفت؟ أصنام قاعدة الناس بيأكلوها، وهذا يدل على تلاعب إبليس بهؤلاء القوم المساكين. بعد ما عمل الصنم، انت قال إبليس بيجيب عبادة الأصنام كيف؟ ما في البداية بيكونوا ناس صالحين، بعد شوية بتعمل صور وتماثيل في هيئتهم، بعد شوية الناس بينسوا العلم والتوحيد ويكتموا، ناس بيكتموا العلم، بعد شوية بيعبدوا هذه الأصنام، لأن الأصنام عبارة عن صور للصالحين. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام للأسف الشديد عند كثير من الناس محبة موسمية، زي العلب بتاعت الصلصة، في عندها تاريخ بتاع انتهاء، بعد ما انتهى 12 ربيع أول والدراويش دفسوا دفس تمام وأكلوا الزلابية، عرفته؟ وحصل ما حصل، وتاني يوم 13 ربيع الأول صبح على الناس، عرفته؟ بعد ما ضيعوا الصبح وضيعوا العقيدة قبل الصبح، بعد ذاك تاني ما في محبة للرسول صلى الله عليه وسلم بفهمهم هم إلا السنة الجاية.
ولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت؟ مش كان الأسبوعين الفاتت عاملين لنا صداع؟ ولا بد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفضل غالتك. والما بحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر صح، لكن قال لك أرقص وأعمل حلاوة مولد وأنشر الشرك والباطل والضلال. فده يا أخواننا يوريك إنه ده كلام كذب، كلام كذب زي ما بيقولوا الشباب طلع الساكت. والله والله الذي لا إله غيره، عرفتها؟ لأنه بعد 12 ربيع الأول الناس زي وينهم يا أخوان؟ وين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عندها فترة بتاعت انتهاء؟ فترة صلاحية عندها؟ عشان تعرف الباطل والضلال. عشان كده ربنا قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ابن كثير قال بعد ما ذكر أقوال للعلماء إنها في اليهود والنصارى وإنها ويدخل فيها الخوارج أهل البدع والحرورية وغيرهم، قال وهذه الآية عامة في كل من عبد الله عز وجل على ضلالة وعلى غير الشريعة. ده ملخص كلامه رحمه الله تعالى، عرفته؟ فإنت بتعبد الله عز وجل بغير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم انت بتتورط يوم القيامة. ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ناس تديهم التوحيد يكره الآيات في التوحيد. عشان كده يا أخواننا الإنسان المسلم يحذر، أي مسلم أو مسلمة يحذروا لو في آية من الآيات حاربت هواك انت ما تكره الآية دي. صلح نفسك على ما وعلى ما جاء به القرآن. مثلا النسوان بيكرهن التعدد، عرفتها؟ من طبيعتهم، لكن ما تكره الآيات بتاعت التعدد لأنه ربنا عز وجل قد يحبط عمله. الصوفي انت بتسمع آيات في التوحيد أوعى تكره التوحيد، والله نصيحة لوجه الله، لأنه ربنا بيحبط عملك حتى لو كنت درويش ساكت. حتى أنا طبعا أنا ما بتكلم عن الجماعة الكبار زي أحمد التجاني وإبراهيم الكولخ مثلا التجانية اللي بيقول وأنت والله الختمة وقسيم الله في كل رحمتي. قال لي أنت ختم الولاية وأنت قسيم الله في كل رحمة، يعني أي رحمة جاية من الله نص من الله ونص من أحمد التجاني. دي الطرق دي نحن ما قاصدينه، لكن نحن قاصدين الزول التابع المسكين الما فاهم حاجة. ما تكره التوحيد، ما تكره التوحيد، ربنا بيحبط عملك. ولذلك أخواننا الإيمان ده دين الأنبياء كلهم، ده دين الجباء والرسل كلهم، كما قال الإمام القحطاني رحمه الله قال وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله فدى الله الذبيحة حمى الله الذبيحة من البلاء لما فداه بأعظم القربان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطاهر النسوان والولد الذي لم يجتمع على زلل له أبوان. فده التوحيد، ربنا عز وجل بيرضاه منك. لقيت ربنا سبحانه وتعالى على غير هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وضل سعيه وخبت وخسرت ولا ينفعك الندم يوم القيامة. عشان كده يا أخواننا الإنسان ما عنده حياتين ولا رقبتين ولا روحين، ولا لو سأل الرجوع للدنيا ربنا برجعه يوم القيامة
ولا بينفع العمل يوم القيامة. ولو قابل الله مشرك ما بتنفع شفاعة ولا أعمال صالحة قدمها ولا غيره، عرفته؟ يتورط ورطة عظيمة جدا وتاني ما يلقى ليها رجعة أبدا عشان يصلح. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى ربنا عز وجل قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاكم بل كنتم مجرمين. لأنه بعدين يوم القيامة تقول والله ورطني شيخ الطريقة، أنت ما سمعت الآيات والناس اللي بدوك الأدلة كنت بتقول وهابي يا قول وهابي وأي حاجة. الدليل ده رأيك فوق شنو؟ الآية دي رأيك فوق شنو؟ الحديث ده رأيك فوق شنو؟ عرفته؟ فده بيتورط يوم القيامة. عشان كده الدعاة بيكلموا الناس الكلام الناس اللي بيشوفوا حار عشان الناس ينجوا يوم القيامة. ما دارين يغشوهم ولا يورطوهم ولا دارين ياكلوا باسم الدين زي ما أكلوا الجماعات الثانية التي تدعو إلى أنفسها. نحن لو كنا دارين ناكل باسم الدين كان بنعمل لنا حزب وجماعة وننزل انتخابات، لكن ده كله كلام فارغ وكلام فاشل. ربنا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عشان كده دي قضيتنا، عرفتها؟ الواحد اللي بتلقاه ودار له قضية تانية يمشي محل تاني، يمشي لك محل تاني. الناس نحن وانبسغت والسكر والدولار والريال، نحن بنشتغل توحيد. الناس دي إذا وحدت الله ورجعت لربنا عز وجل ربنا بيجعل الجنيه السوداني أفضل من 700 دولار، عرفتها؟ واحد من السعوديين زول قديم عرفته من المشايخ حفظه الله قال نحن قال زمان الحاجة السوداني قال بنتسارع انه نمشي نخدمه، لانه كان الجنيه السوداني بيساوي 10 ريال سعودي. هسي الجنيه السوداني بعاين للريال كده لما نيقع ما بشوف، فهمت السبب شنو؟ الشرك. السعودية ذاتها قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان بياكلوا الميتة ويسكوا في الضبوبة، فهمت؟ وشغلتهم مشحتفة وتعبانة، لكن لما رجعوا لدعوة التوحيد ربنا نزل لهم خيرات. انت ما تزعل من الخيرات دي، جاي يقول لك معقول البلد دي تجي من وين؟ تجي من وين؟ تجي من الخالق، انت ما عارف ولا شنو؟ ها؟ انت ما تقول البترول لا دي بيجيبها الله، ممكن ربنا عز وجل يجعل البركة في ترابك ده تبيع الكوم كده ب 16 كيلو بتاع ذهب، لكن انت توحد كيف؟ هل انت مستحق ولا ما مستحق؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، جزاكم الله خير.